مرحبا، تحية طيبة من مطبخ بنونة، ورجعت لكم فيديو أتمنى يعجبكم. هذا الفيديو صار 3 أشهر مصورته، بس ما صار عندي مجال أنزله، وبناء على إحدى طلبات الأخوات كلمت لي على أنستا وقالت خالة أرد أشوف الفيديو شلون سويتوا البيت من البداية إذا كنت مصورته. أنا مصورته بس عايفته، ما كان عندي مجال الصراحة أنزله، بس بنهاية الفيديو راح يشوفون المقاطع الحديثة اللي البارحة صورتها، بس هاي المقاطع اللي مسوينها قبل 3 أشهر من بدينا نصبغ الصالة مالتنا وغرفة أبو بنونة، يعني قبل رمضان. فإجوا الصباغين وهنا أنا خليت لهم ريوق، سويت القاسم الله بيض وأجبان وكعك ونعمة فضيلة، وسويته وخليت لهم ريوق وغدا لأن بدوا يشتغلون. طبعا بقوا أسبوع يشتغلون يوميا، أسوي لهم غدا وعشاء، ودائما منسوون نقول وجه الله سبحانه وتعالى والمولانا صاحب العصر والزمان عجل الله له الفرج. فسويته دائما أسوي لهم يومية شكل، يعني كأنما مسوينا إحنا روحنا غدا مرتب وريوق مرتب، وهذا الشغل مالتهم ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم أحبابي. مثل ما تشوفون شغلهم جدا ممتاز، أول ما بدأوا ينظفون هاي شكو شغلة موجودة على الحائط مثلا حفرة أو أي شيء مثل مال برغي، يعني سووا الحائط ما شاء الله نظفوه كله. المكان هذا مالت الدرج مالت الشباك اللي كان كله زائجني، يعني ينزل عنده ماء المطر ويصير ارتقع بي. فالحمد لله هسه هنا أنا طبعا راح أسوي لهم الغداء. هاي الأكلة أنا منزلتها على قناتي موجودة شوي الدجاج، تقريبا 7 مرات أو 8 مرات مسوي هذه الطريقة، جدا راقية. تخلوا لها معجون، تخلوا لها كجب، تخلوا لها فلفل أسود، تخلوا لها كمون، تخلوا لها صلصة من هاي اللي إذا أنتم مسوينها بيديكم، إذا عندكم صلصة الطماطة والفلفل الحار اللي هي الشطة، أي شيء يعجبكم وصير تخلوا لها. فتخلوا لها كلها بيديكم ويسوونها، يعني التتبيلة كلها تدخل بالدجاج، تبقى تقريبا من ساعة إلى ساعتين. بعدها أضيف لها كوب ماي بالباركس وخلي لها خضروات وملح، وأخلي لها سيليفون بالبداية ورق الزبدة، بعدين سيليفون اللي هو القصدير، وخليها بالفرن على درجة حرارة 180 أو 200 حسب الفرن مالتكم. أنا أخليها تقريبا 1.5 ساعة وبعدين أطلعها، راح تطلع عندي روعة، يعني تطلع ما شاء الله تبارك الرحمن فتشي جدا راقي، أكلة جنن. طبعا هاي سويت هنا الوجه الله سبحانه وتعالى، ومثل ما حكينا بالبداية دائما ثواب أو فتشي تسوونه تنونه نية الوجه الله سبحانه وتعالى. هنا أنا طبعا كملتها وخليتها بالفرن، وجيت هنا أسوي تمن الشعرية. تمن الشعرية جدا بسيط، ومنزل أنا الطريقة تقريبا 3 مرات على قناتي. ما راح أخلي ويا هاي المرة يا بهارات البرياني، ولا راح أخلي ويا بصل، راح أحمس الشعرية وأضيف لها عود من الدارسين وهيلات. إذا عندكم ماي الدجاج يطلع يجنن، إذا ما عندكم هم ماكو مشكلة وراح يطلع طيب. تمن الشعرية راح أخلي نار متوسطة أقل من العالية، بعدها راح أخلي على نار هادئة مدة 7 دقائق ويستوي، يطلع فتشي روعة بهالشكل هذا. راح أخلي لهم الأكل وعليهم بألف عافية. سوي السلطة من هاي الحارة الحمراء، وسويت الضرشي مالتي أنا مسويتها عندي، وسويت هاي الترتيبات. وهذا الدجاج اللي هم 3 أشخاص، يعني كل من إلى قطعة ربع دجاجة، كل من إلى ربع دجاجة. فهسه قعدوا يتغدون، وصل الترتيب مالتهم الشغل، نظفوا الحائط، صبغوا صبغ أول درجة، يعني بالبداية هي تقريبا 3 مرات أو 4 مرات يكملون عليه، هاي قاط أو قاطين ما أعرف، المهم فحبيت أصور لكم. وهذا التصوير مثل ما حكيت لكم التصوير صار له 3 أشهر. هاي ناس ثقف طبعا سووه، شالوا من عند أي لون ذهبي، قلت لهم أريده كله مائل للبياض، فصار عندي هذا اللون مائل للبياض بس كلش حلو عجبني. يعني أهم شيء يكون اللون نظيف وشوية بي فاتح، ما أحب الألوان الغامقة. مثل ما حكيت أنا لو ما شوية أحفادي مزقولي ورق الحائط كان ما سويته، بس بعد سوينا لأن مزقوه، فسوينا ديكور جدا بسيط. هذا شكل الديكور، مرايات هسه دارج هذا الموديل، وخلينا منا ومنا بديل الخشب، فبقى أسبوع كامل. وهاي هنا أنا المكان مالت الشبابيك مالت الدرج، هم صبغوا له كله سادة، يعني كل شيء ما خلينا له،
بس المكان على مود النظافة اللون تغير، كان اللون كريمي صار أبيض يعني ميال للبياض. وهيك هاي أنا أدي السقف مالتنا مثل ما حكيت، بس سويته كله أبيض ما خليت بيه أي شيء. وهاي الأرضية سألتون عليها، وهاي الأرضية ما بدلتها ولا غيرتها، بس راح أفرشها نفس الجليد اللي كنت فارشته. وس راح تشوفون بالنهاية، يعني قبل نخلص راح تشوفون البارحة صورت فيديو جديد وهسه خليته وياه، أنا بدي أشوفكم شلون صارت الصالة بالنهاية، شنو صارت الترتيب مالتها وشلون غيرت بيها. صارت ما شاء الله تبارك الرحمن كلش روعة. طبعا هسه هاي صار ثالث يوم ورابع يوم، يومية أنا أسوي لهم شكل. هاي الغدا هم دجاج محشي سويت لهم بيدي، وتمن برياني، وهذا الطرشي أنا مسويته، وسلطات وسوق، وبالعافية عليهم. وكلش حبوا الأكل مالتنا وقالوا ما شاء الله تبارك الرحمن على هاي النفس الطيبة، فممنونين من هاي الخدمة مالتكم. فقلهم ابني حسين، قالهم بالعافية عليكم. وهنا خلصنا ترتيبنا وشغلنا. هاي البارحة صورت لكم هذا الفيديو. هاي أدي هنا شجرة طبيعية، إذا تحبون هم أحكي لكم عليها. إلها اسمين، شجرة القهوة أو شجرة، فهاي الشجرة إذا تحبون هم أشرح لكم عليها، شجرة القهوة. كل الشراقية وجمالتها مو طبيعي، فإن شاء الله إذا تحبون هم أسولف لكم عليها شلون العناية بيها. شجرة حلوة. وهذا الديكور مالتنا البسيط. هاي البردات طبعا سألتوني عليهن، البردات سويتهن جدا بسيطات، مجرد قماش شيفون وجواب طانة جدا بسيطة، ما خليت بي أي موديل، بردة الصالة وبردة المطبخ وبردة شباك الدرج. بس هاي البردة فقط بقت على حالها، اللي هي اللي الفتحة مالت اللي يعني الكليدور مالت الموزع، هاي ما شلتها أفتها. بس هاي البردات سويتهم جديدة وبسيطة، لونهم أبيض ما بيهم أي موديل، مجرد كسرات. وهاي هنا الشاي مالتنا البارحة صبيناه وصورت لكم هاي القعدة مالتنا. أتمنى أعجبكم الفيديو، وإذا أعجبكم أحبابي أتمنى ما تنسونا بالدعم واللايك ومشاركة الفيديو ويا أصدقائكم وهلكم. وأنا ممنونة من عندكم وممنونة من كل الطيبين متابعاتي اللي اجوا وياي الحديثات والمتابعات اللي وياي من البداية، ممنونة من عندكم وعلى تعليقاتكم الراقية. وأشكركم على تواصلكم وياي، وأعتذر منكم لأن جاي أتأخر هواي على الفيديوهات وما أنزل كلش، أعتذر لأن صارت عندي ظروف أقوى مني. وصلنا لنهاية الفيديو أحبابي، أترككم في رعاية الرحمن، أختكم خالتكم أم بنونة، ممنونة من الكل، مع ألف سلامة.